نوبيليس معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الجوية. تشير توقعات أحوال الطقس لصبيحة يوم السبت إن شاء الله، إذا لدينا أمطار رعدية تهم السواحل الوسطى بكل من الجزائر، بومرداس، تيبازا، سحب كثيفة تهم السواحل الشرقية حتى على المدن الداخلية من الناحية الشرقية. النشاط الرعدي يبقى دائما في الموعد على شمالي الصحراء من الناحية الغربية، بينما الأجواء صافية على الجنوب الكبير حتى على المدن الداخلية من الناحية الغربية وعلى السواحل الغربية. درجات الحرارة خلال هذه الصبيحة تتراوح من بين 8 درجات إلى 21 درجة على المناطق الشمالية، أما على الجنوب الكبير ما بين 23 درجة إلى 33 درجة. ننتقل لحالة الطقس لظهيرة هذا اليوم إن شاء الله، إذا النشاط الرعدي يلتحق بأقصى الجنوب وعلى مرتفعات الهجار وعلى ولاية أتبسة سطيف والجزائر العاصمة، مع احتمال تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق. إذا أجواء صافية على السواحل الوسطى حتى على شمال الصحراء من الناحية الوسطى، أجواء من مشمسة إلى قليلة السحب على الجنوب الغربي حتى على الجنوب من الناحية الشرقية. إذا درجات الحرارة خلال هذه الظهيرة إن شاء الله تبقى فصلية نوعا ما، خاصة على المناطق الشمالية، المسجل 23 درجة بعنابة، جزائر العاصمة 25 درجة، وهران ب 29 درجة، تبسة وقهراس ب 24 درجة، غردية 33 درجة، البيض نعامة ب 28 درجة، بني عباس 37 درجة، ليرتفع المقياس على وسط الصحراء ب 42 درجة، إليزي 40 درجة، جانة 37 درجة، وكأعلى مقياس لهذه الظهيرة إن شاء الله نسجله على ولاية تندوف ب 43 درجة. حالة البحر بحول الله، إذا البحر سيكون هادئ على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح تتراوح ما بين 10 كيلومتر في الساعة إلى 20 كيلومتر في الساعة، اتجاهات الرياح مختلفة، أسيا شرقية غربية شمالية جنوبية. درجات حرارة مياه البحر 27 درجة. مشاهدينا نصل لختام نشاطنا الجوية وكالعادة بالمعلومات الفلكية الظاهرة على الشاشة لشروق وغروب الشمس. للمزيد من التفاصيل عن أحوال الطقس يرجى زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة والخاصة بقناة الحياة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. موبيليس معا نصنع المستقبل.